أنا أركز على التكوين، لأن بدون تكوين ما يمكنش يكون أدب الطفل. أدب الطفل خاصه أولا مؤلف، ذاك المؤلف كيكون مكون، خاصه رسام. الرسام بزاف الناس حنا في المغرب كنجهلوا شنو هو رسوم كتب الأطفال. رسم كتب الأطفال خاصه تكوين، يعني 5 سنوات من التكوين، على البحث عن الشخصية، على حكاية القصة بالصورة، على مهم بزاف. وكان كيسحابوا الطفل خاصنا غير غادي نصوروا ليه اون فالا ميوزي هكا وصافي. لا، الرسم عنده قانون، عنده قانون وعنده كيفاش كديري داك التكست مع الصوره، كيفاش كيكون تتابع ديال الصوره، كيفاش ان الصوره ما كتقولش داكشي اللي كاين مكتوب. هذه من جهه. ثانيا الطفل ديال الكتاب بدون مؤطر، كيفاش غادي توصليه للطفل؟ لان شحال بزاف الناس كتحابهم هذا الكتاب قريته كنحطو. لا، كتاب هو اساس التربيه، وكتاب كيوجه رساله، كيوجه رساله للطفل، كيوجه رساله يعني كاين تكوين ناقص في التكوين، لان باش يكون عنده التكوين خاص تكون شعبه ديال ادب الطفل. أدب ما عندناش، عندنا واحدة في الرباط يمكن ما كت كاينة، غير ما كايناش أدب الطفل. تقرأ 4 سنوات ليسونس، عاد الماستر، عاد الدكتوراه. عندنا بدكاترة الحمد لله اللي داروا دكتوراه مخصصة في كتب الطفل عندنا هنايا في المغرب، ولكن درسوا الأدب عامة ماشي أدب الطفل خاصة. هذا كذلك باش تعرفي واحد القيمة واحد الكتاب خاصو شي واحد يكون ان كريتيك ديالو، حتى هذاك فيه تكوين. اذا بزاف ديال الناشر مازال تكلمت قبل انا ناشرة واحد ما درتش النشر، ولكن واحد الوقت قلت بلادي راه خاصها كتب الاطفال، وتطوعت وخدمت وتكونت في المغرب، في خارج المغرب، ولكن التكوين خاصو يكون شباب باش تعطي لواحد. علاش كان احنا مثلا قلال دور النشر المتخصصه بكتب الطفل؟ لان علاش ما كاينش البديل هو ان حنا دزنا بتطوع وزعما واحد لو ساكريفيس، ولكن ذاك الشباب خصهم يدرسوا كي تدرس.